دلوقتي بقى مش عايزك تزعل ولا تتضايق ولا اي حاجه. لسه هو لسه في زعل؟ لسه 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 لسه. ندمت على تصريحك مراتي مزه ولازم افرجها للناس. لا خالص، انا مش عارف الموضوع ده اتاخد ازاي، يعني اتضايق ناس في ايه. انا كلمة مزة دي يمكن الشعب مثلا وقتها شايفها اهانة او حاجة مش كلاسي. شايفها ان مراتك عيب تقول مزة، يعني انت يعني بتخلي الناس تبص جميلة. عليها لا, لا ما هو هم فاهمين بقى ان انت يعني بتقدمها قربانا للناس. هم خدوها جاي ان انت بتقول مراتي مزه، يعني كل الناس تتفرج على مراتي. لا انت عارف الشعب المصري مراته بالنسبه ده. له لا انا لا يقفل عليها الباب. ما انا بقى عايز اقول لك الموضوع ده مهم جدا، علشان ده بيسبب طلاق كتير قوي. ان في مصريين كتير او اصدقاء ليا كتير جدا اما بيتجوزوا بعد كده شويه بيخنق مراته، يعني لا تلبسي لا تخرجي لا تعملي، مع ان هو قابلها في خروج وقابلها لابسه وقابلها مش عارف ايه. فكل الحاجات دي هو بيعملها خوفا عليها او خوفا حبه ليها من الغيره، بس هو مش عارف ان هو بيطفيها قدام عينيه. فكل شويه بيطفيها لغايه ما بتطفي ما تضل لغايه ما يفكرش فيها، يبتدي يبص في حته ثانيه يطلقه ولا ثانيه. بس عايز اقول لك الحقيقه، انت كمان ربنا وعدك بزوجه تجنن اخلاقا وشكلا وتربيه وكل حاجه. بخرج معاها، نسهر مع بعض، نسافر مع بعض، ننبسط مع بعض. حتى هي ما عندهاش درجه الغيره العاليه اللي بتاعت اي زوجه. لو كان عندها درجه غيره احنا كنا ما كملناش من زمان. هي الحمد احنا بنبعت لها تحية خاصة لان هي فعلا ست جميلة تحية كبيرة. وهي اجمل من تامر. اجمل مني. هم كلهم اجمل مني. كلهم اجمل. كلها. اوكي. السؤال اللي جاي درجة حرارتك 41. نايس.